شايف البلد بتبقى سابقه خطوتين، مش خطوه، سابقه خطوتين لقدام في كل اجراء بيتم. يعني لو انا بتكلم على الكهرباء، نتكلم اهو على الغاز، محدش كان بيتكلم هنزود، لا زودت البلد، دوله زودت اهو، ده رقم واحد. رقم اتنين بتكلم على القمح، بنعمل احتياطي قد ايه، بتكلم على سلع استراتيجيه وغيرها، بنعمل مخزون 6 و7 و8 شهور، وفي حاجات بتوصل لسنه يمكن وسنة و3 شهور كتير. هنا الدوله شغاله على كل الملفات، مش عندك بس، لانه ده الحاجات اللي هي تهم المواطن، بالاضافه للتحديات الاخرى اللي هي على سياده الرئيس كان بيتكلم عليها النهارده مع الرئيس الالماني. تحديات ان مصر 3 حدود، سياده الرئيس بيتكلم عنهم بشكل واضح، حدودنا مع غزه ومع اسرائيل، حدودنا مع السودان، حدودنا مع ليبيا، وسياده الرئيس قالها بشكل واضح، حدود غير مستقرة وأزمات تعرضنا ليها مش بتاعتنا، بقى لنا 4 سنوات في أزمات إحنا مش طرف فيها وندفع ثمنها، من أول كورونا للحرب الروسية الأوكرانية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكل ده مستمر، وكل ده له تأثيرات وتداعيات علينا علينا على اقتصادنا. حتى الرئيس الألماني اتكلم النهاردة فرانك شتاين ماير، وهذا رجل بالمناسبة كنا مع سيادة الرئيس في ألمانيا في أول زيارة لألمانيا، كان عامل استقبال لسيادة الرئيس استقبال عظيم، ورجل محب لمصر جدا. لقاء الرئيس النهارده مع الرئيس الالماني شاين ماير، واستقبال ايضا وحفاوه كبيره سيد الرئيس بالرئيس الالماني والوفد المرافق مع الرئيس الالماني، وفد كبير من شركات كبريات الشركات الالمانيه، المانيا شريك كبير جدا معانا، المانيا اللي بتعمل عندنا بالمناسبه يعني اهم المشروعات الكبيره المانيا بتعملها. ودايما نتكلم على المانيا ونتكلم على الخبره الالمانيه والخبرات الالمانيه، جلسه مباحثات سياده الرئيس والرئيس الالماني شاين ماير، وايضا وفدي البلدين، فريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه، واحمد علي رئيس ديوان رئاسه، دكتوره رانيا المشاط وزيره التخطيط، دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، المستشار عمر مروان مدير مكتب السيد الرئيس، والمستشار دكتور احمد فهمي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه. الوفد طبعا الموجود بيحضر بجانب الوفد الالماني مع الرئيس الالماني. زياره مهمه جدا وزياره في غايه الاهميه، والمباحثات في غايه الاهميه، مباحثات النهارده يعني اقتربت من يمكن من ساعتين مباحثات بين الرئيسين، ثم مؤتمر صحفي اللي كنا حاضرينه. سياده الرئيس النهارده اتكلم في علاقات مع المانيا، اتكلم كمان على التحديات، على غزه، على الأوضاع في غزة والمطالبات الخاصة بوقف إطلاق النار وبالتالي الوصول ل يعني اتكلم الرئيس على أكثر من 40 واحد حتى الآن ضحايا أو قتلوا أو شو استشهدوا في غزة على إيد جيش الاحتلال. الرئيس الألماني أشاد بمصر، أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اتكلم على العلاقة المصرية الألمانية، اتكلم على ما تتحمله مصر من يعني تحمل كبير جدا من الضيوف الموجودين او اللاجئين الموجودين. سياده الرئيس النهارده بيتكلم على ان مصر عندها ما لا يقل عن 9 مليون واحد موجودين على اراضيها، النتيجه الاوضاع اللي موجوده في الدول، والرئيس اتكلم على الدول، اتكلم على السودان، واتكلم على ليبيا، واتكلم على اليمن، واتكلم على الدول جنوب السودان، يعني الدول اللي عندها مشاكل وسوريا وقلاقل، وبالتالي يعني قال عندنا وقال ان احنا دول ضيوف وان احنا ما عندناش يعني. والرئيس اتكلم على كمان الدولة المصرية ومساهمتها بمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، والرئيس الألماني النهاردة اتكلم على ده، وقال مصر بتتحمل ودور مصر قد إيه، ومصر تواجه تحديات كبيرة جدا، ولكن اتكلم كمان على الشراكة الكبيرة بين مصر وألمانيا. بالمناسبة ألمانيا والرئيس الألماني اتكلم، ويمكن في أكتر من مرة سيادة الفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في أكتر مداخلة وأكتر من لقاء كان بيكلمنا على الرئيس الألماني، قاله النهاردة اللي هو في تدريب، ألمانيا تتولى تدريب سائقين للقطارات الحديثة، بيتدربوا في ألمانيا، مهندسين مصريين بيتدربوا في ألمانيا، بناخد الخبرات من الجانب الألماني في مختلف المجالات، وهناك حرص من ألمانيا. وحتى الفريق كامل وزير لما قال لنا المستشارة ميركل لما قالت دربوا أكبر عدد من المصريين، لأن هم أكتر ناس أولا بي 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 على طول بيتجاوبوا مع
التدريب وكمان بيتجاوبوا مع اللغة، وبالتالي يقدروا وأثنت عليهم. ده كلام الفريق كامل وزير في أكتر من لقاء معانا. فالنهاردة الرئيس الألماني شتاين ماير النهاردة بيأكد على هذا الأمر، تدريب قد إيه، خبرات ألمانية بتنقلها إزاي، اتكلم على القطار الكهربائي السريع، ولأن احنا النهاردة بنعمل واحد من أكبر المشروعات اللي موجودة في مصر اللي هو 2000 كيلو قطار كهربائي، وقال ده كمان ميزة مهمة قوي تقدم لمصر فيما يتعلق بيه، لأنه ده الطاقة الجديدة أو الطاقة النظيفة ضمن النقل الأخضر أو النقل النظيف، بالإضافة إلى سيمنز وإلى غيرها من الشركات الألمانية. في أكثر من 250 شركة ألمانية بتشتغل في مصر، موجودة في مصر. ده بقول لحضراتكم يمكن في تعاون كبير جدا بين مصر وألمانيا على كافة أو في كافة المجالات المهمة. تعالوا نتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الألماني شتاين ماير. اسمحوا لي أن أرحب بكم ضيفا عزيزا مرتين. المرة الأولى كأول رئيس لفخامتكم في زيارة مصر، ومرة تانية لأن فيه لم يزورنا رئيس لألمانيا على مدى 25 عام. برحب بفخامتك في أول زيارة لمصر، وكرئيس لجمهورية ألمانيا أنتم الوفد المرافق لكم. الحقيقة الزيارة تمثل إضافة كبيرة ومهمة قوي لمسار العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولتين والشعبين الصديقين. فخامة الرئيس، نحن تحدثنا ان احنا في مصر نقدر الشراكة وحريصين عليها وعلى تعزيز التعاون مع بلدكم، احتراما لدولة ألمانيا وللشخصية الألمانية اللي احنا بنعتز بيها وبنقدرها، وبنعتز ان انتم احد اهم اكبر الشركاء لينا في مصر. والحقيقة انا معظم المشروعات اللي احنا خلال السنوات اللي فاتت ديت كانت بمشاركة لشركات ألمانية مقدرة في مشروعات كبيرة زي مشروعات الطاقة ومشروعات النقل، وكان إسهام الشركات إسهام كبير ورائع ومقدر جدا من جانبنا. الحقيقة المشروعات القومية ديت كان ليها تأثير كبير جدا على في البنية الأساسية في مصر. وانا عارف ان هيبقى فيه وفد من الشركات ديت، واسمحوا لي ان انا ارحب بهذا الوفد، وانا حريص على ان التقي بيه واشكره على كل ما فعلوه خلال عمله في المشروعات اللي تمت في مصر خلال الفتره اللي فاتت. اسمحوا لي ان احنا خلال حديثنا مع فخامه الرئيس ناقشنا باستفاضه كثير من القضايا على المستوى الثنائي وعلى المستوى الاقليمي. على المستوى الثنائي احنا كنا بنتكلم على ان مهم قوي ان احنا نستمر في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، ويمكن تشكيل آلية او بناء آلية او ايجاد آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بقيادة او تحت اشراف وزيري الخارجية هيبقى اضافة كبيرة جدا في هذا الاطار. ثم تحدثنا ايضا على التعاون في مجالات مختلفة زي التعليم وبناء القدرات بين البلدين، وده امر احنا بنقدره وبنرحب بيه ومستعدين يعني نتحرك مع شركائنا في المانيا الى اكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس، لان احنا محتاجين ده هنا في مصر. بنرحب بالشركات الالمانيه للتعاون والاستثمار في مصر، وباكد لهم ان مهم قوي ان انتم تبقوا متاكدين ان احنا استثماراتكم مؤمنه ومحميه بشكل كبير جدا، وده التزام وانا باكده امام احنا تحدثنا فيه اثناء يعني نقاشنا الثنائي وحتى على مستوى الموسع، ولكن انا بسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي ان احنا بنسجل اولا التزامنا بحمايه الاستثمارات بصفه عامه والاستثمارات الالمانيه، وايضا المستحقات للشركات الالمانيه وضعا في الاعتبار، وده امر انا تحدثت فيه مع فخامه الرئيس وبتحدث معكم فيه، لانه مهم قوي ان كمان الناس تعرف ان احنا على مدى 4 سنين تعرضت مصر لازمات ضخمه جدا جدا هي مالهاش دخل فيها، هي ما كانتش سبب فيها، ابتداء من ازمه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه ثم الازمه اللي موجوده
حاليا بقالنا تقريبا داخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة. حدودنا الثلاثة، أنا بس ده كان حوار تم يعني نقاشه مع فخامة الرئيس ومع الوفدين، لكن بقوله في المؤتمر الصحفي إن على حدودنا الثلاثة سواء كان على الاتجاه الجنوبي مع السودان أو الغربي مع ليبيا أو حتى دلوقتي مع إسرائيل وقطاع غزة، الحقيقة غير مستقرة وليها تداعيات كبيرة جدا، واتكلمنا إن دي كان ليها تأثير على خلال ال 10 12 سنة اللي فاتوا وصل حجم ال احنا ما بنقولش عليهم لاجئين وما بيعوشوش عندنا في معسكرات، احنا عندنا تقريبا اكتر من 9 مليون من الضيوف اللي نزحوا الى مصر نتيجة الازمات اللي موجودة في بلادهم في اليمن في ليبيا في سوريا في السودان في جنوب السودان من دول كثيرة جدا. لكن المهم ايضا ان مصر كانت حريصة ان هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش في مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من مصر في اتجاه أوروبا، احتراما ومن منظور إنساني وأخلاقي إن احنا ما نسمحش إن الناس ديت تترمي في البحر، وأيضا إن احنا نكون سبب في المساس بأمن واستقرار شركائنا في أوروبا. تكلمنا باستفاضة كبيرة جدا عن الأوضاع في غزة وأهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد آلية لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وأيضا ما بعد الحرب. وأنا بقول هنا يعني في المؤتمر الصحفي ده إن مهم جدا جدا إن أوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الأمر خلال هذه المرحلة من أجل يعني تشجيع الأطراف أو الضغط على الأطراف. إحنا من جانبنا في مصر بنبقى حريصين قوي ان احنا نقوم بدور ايجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديدا طبعا بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحدة الامريكية، لكن مهم ايضا ان اوروبا ليها ثقل كبير جدا جدا، ومهم قوي ان هي خلال هذه المرحلة المهمة ان يبقى في قوة دفع اضافية حتى نستطيع ان نصل الى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وأنا بسجل مرة تانية هنا فوق عن 40,000 تم سقطوا في هذا الصراع، تلتينهم من النساء والأطفال وأكثر من 100,000 مصاب، علاوة على أن القطاع بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين. ده أمر خطير جدا جدا، وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جدا على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنين طويلة، كان ليها تأثير كبير قوي، لأنها الحقيقة ده كان يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعلى مرمى ومسمع مننا كلنا وما قدرناش نعمل حاجة. أيضا على موضوع مهم جدا احنا بنضع في اولوياتنا هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضه والتفاوض مع اثيوبيا فيما يخص الوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. وبقول ان احنا اكتر من 10 سنوات واحنا يعني بنحاول نصل الى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدوليه للمياه العابره أو الأنهار العابرة للحدود. وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح أن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله آلاف السنين بيتحرك بلا عوائق.